السلام عليكم. ان شاء الله بهذا الفيديو راح نبلش بشرح اللاترال ايرث بريشر. ان شاء الله الفيديو هو او هذا الشابتر هو بسيط وسهل ان شاء الله. هسه بدنا نحكي مقدمه بسيطه. احنا بنعرف دائما عندنا بيكون في جدران على حافه الطريق زي الشكل هذا مثلا، فبيكون في تربه جنبه، فهي التربه ممكن تضغط على الوول او مثلا انت جارك مثلا والى اخره. فهسه احنا بدنا ندرس تاثير الضغط الجانبي هذا وشو الفورس اللي بتاثر عليه. هسا بالديزاين احنا عادة عشان نحسب الفورس بهمنا عنا اربع شغلات. اول شغلة حركة الوول، يعني هل هو بفوت بالتربة او انه ثابت او بطلع من التربة والى اخره. بدنا بهمنا كمان الشير سترينث باراميتر اللي هي الفاي والسي، والشير سترينث طبعا اللي فاي والسي من الشير سترينث، الوينت ويت اوف سويل الجاما، وكمان اذا في عندي تصريف المي والباكفل. طيب هسا في عندي مصطلح مهم واللي هو الرام سكيل اللي هو الكوفيشنت اوف لاترال ايرث بريشر، واللي هو عاده هو الافكتيف ستريس هوريزونتال الافكتيف ستريس فيرتيكال. طيب الكي احنا بنجيبها من التست او انها معطاة، وستريس فيرتيكال تعلمنا كيف نحسبه سابقا، فمن خلالها بنقدر نجيب ستريس هوريزونتال. التطبيقات عليها مثلا زي الفيضانات، جسور، مبنى سكني، هذا خط تجاري بدي اطرحه ريتيننج وول والى اخره، بالشوارع، بالمباني، هيك شكله بالعاده الكروس سكشن له، اذا كان هذا اسمه جرافيتي وول، كانتليفر وول، سيمي جرافيتي وول يعني نصه جرافيتي ونصه لا، وهذا اللي بيكون بالشوارع على الجسور والى اخره. طيب عندي انواع الفلكسيبل ريتيننج وول والى اخره. طيب هسه بدنا نركز على التايب اوف لاترال ايرث بريشر والكونسبت الاساسي. اول شيء لما يكون ما عندي نو سويل موفمنت، يعني الموف ساكنه، بنسميها ات ريست كونديشن او كينوت كونديشن. كينوت اللي هي نفسها الكوفيشنت اوف لاترال ايرث بريشر. طيب في عندي الوول موفينج اواي فروم ذا سويل، يعني الوول بيبعد عن السويل، الوول بيبعد عن السويل زي الحاله هاي. هاي الحاله بسموها اكتف كونديشن، اكتف كونديشن يعني الوول بيبعد عن السويل. هسا اذا الوول موفينج انتو ذا سويل بده يفوت بالسويل بسموها باسف، بسموها باسف. طيب معطيني هون منحنى بين الدلتا اتش على اتش اللي هي الازاحه الجانبيه على طول الوول، بتعتمد على نوع التربه او كلي سوفت كلي والى اخره. طيب بيعطيني انه طبعا حركه الاكتيف ستيت هي اقل من الباسف ستيت. بغض النظر زي ما حكينا العوامل اللي بتاثر هي الشير سترينث، الجاما، ارتفاع الوول مثلا، الكي الافكتيف ستريس، الباك في الماتيريال، نوع التربه، طبقات التربه والى اخره. طيب اول شغله راح نبلش فيها الاترست، ضروري نركز بالامتحان شو بدينا، اترست ولا اكتف ولا باسف والى اخره. فبحكي له هون النسبه الافكتيف فيرتيكال ستريس او الهوريزونتال ستريس على الفيرتيكال ستريس بسموها كي نوت. كي نوت هي بسموها دائما الكينوت هي دلاله الافكتيف ستريس. بقول له انا ما عندي نو لاترال سترين مسموح، يعني ما عندي، يعني لما تكون عندي التربه زي كلي عين التربه سبجكتد تو ذا وان دايمنشنال كونسوليديشن. طيب عاده كينوت احنا بنجيبها من الاختبارات او يعني من المختبر او باستعمال معادلات، يعني علماء عالم جاكي او العالم البان او العالم ام ام ماس سيرش 1997 حسب الحاله اللي عندي، بس سيتي اندكس او ساين فاي داش. طبعا احنا غالبا نستعمل هاي اذا انا معطيني فاي داش. طبعا اذا عندي التربه اوفر كونسوليديتد فانا بدي تفرق معي اذا نورمال او اوفر، لازم اجيب او سي ار، والام هي ساين فيت فاي واللي هي عاده تساوي نص، يعني او سي ار قوه نص. طبعا كي نوت بقول لك هي عاده من 0.4 ل 0.6، ممكن بالاوفر كونسوليديتد سويل تتجاوز الواحد اكيد، ما هي او سي ار بتكون مرات اكبر من واحد. طبعا انواع التستات هي الديالو ميتر تيست، بريشر ميتر تيست، الكينوت ستاب بيلر تيست، هاي الاختبارات مشان نجيب الكينوت. طيب الاترست لاترال ايرث بريشر احنا بنعرف انه الشير سترينث دائما هي سي داش زائد ستريس افكتيف ستريس في تان الفاي داش. فات اني ديبث الزد تحت الارض بيكون يعني الافكتيف ستريس عندنا القانون هذا، يعني احنا عند الصفر بتكون ستريس هي نفسها كيو. ستريس هوريزونتال، ستريس هوريزونتال راح تكون عاده هي كي نوت في ستريس نوت داش زائد اليو، اليو اللي هي الووتر بريشر، الووتر بريشر. طيب
بدنا نركز ان اللاترال الفيبرا شارب بفرق معنا اذا انا عندي ووتر تيبل او ما عندي ووتر تيبل. لو فرضنا ان هاي الحاله انا عندي نو سر تشارج، ما عندي اي كيو بالسؤال ولا عندي ووتر بريشر، بيكون شكل الاسترس عندي او اللاترال الفيبرا شارب بيكون شكل تراينجل اذا ما عندي انا سر تشارج وما عندي ووتر تيبل، فدائما وابدا بده يطلع مثلث، والمثلث محصلته دائما ثلث من الزاويه القائمه، ثلث الوول اتش على 3 وهي قيمه بي نوت. طب بي نوت شو بدها تساوي؟ اللي بي نوت يعني البي ات ريست، هي اكيد يعني بالمنطق مساحه المثلث نص في كي نوت في جاما في اتش في اتش، واللي هي نص كي نوت جاما اتش تربع، واللاين اوف اكشن لها على اتش على 3 فروم بوتوم اوف ذا وول. هسه اذا كان عندي سر تشارج بيختلف عندي، ليش؟ انا بصير في عندي هون ستريس، انا فعليا برسم رسمه الستريس افكتيف ستريس، فبالتالي انا بس بالحاله هاي الافكتيف ستريس عندي بيكون السر تشارج، طبعا احنا نضرب بكي نوت عشان احنا بنشتغل على الهوريزونتال بريشر وليس الفيرتيكال بريشر، وبعدين بصير يزيد مع الدبث يعني بالبدايه بيكون هاف. فبالتالي بيكون عندي انا تو فورسز، الفورس الاولى تبعت المستطيل اللي هي كي نوت في كيو في اتش زائد نص مين المسافة هاي اللي هي Q زائد جاما H، يعني K نوت في Q زائد جاما H ناقص Q نوت في K، يعني ضروري نركز بين الطول هذا بس ضرب H. طبعا اللاين اوف اكشن لازم نطلع السنترويد لها، ما بنعرف احنا لو اخذنا مجموع المومنت ايه هون عند النقطة اللي بالارض بقدر اقول B2 في H على 3 زائد B1 في H على 2 تساوي B نوت في Z بطريقتها، بطريقة ما بجيب قانون السنترويد. هاي الحالة ثابتة عندي اذا ما عندي ووتر، فما عندي ووتر تيبل، اذا ما عندي ووتر تيبل وعندي سر تشارج، اذا ما عندي سر تشارج ووتر تيبل تكون دايركت هي قانونها، واللوكيشن على اتش على 3 من البوتوم اوف ذا وول، هون الزد داش فروم بوتوم فروم بوتوم اوف ذا وول نركز عليها. طيب اما اذا كان عندي ووتر تيبل بفرق معي الشغل، اذا كان عندي ووتر تيبل راح تتعدل عندي القيم، راح تكون عندي انه الستريسز جاما جاما برايم جاما ساتوريد ناقص جاما ووتر، يعني زي ما درسنا سابقا عند زد تساوي صفر بتكون هي كيف كي نوت في كيو، عند زد بتساوي اتش 1 بدها تكون يعني قوانين الافكتيف ستريس، بس دائما نضرب كي نوت عشان نحوله لهوريزونتال ستريس. الفكره انه بصير عندي انا اريا 1 اريا 2 اريا 3 اريا 4 اريا 5، وهذول بمسكهم بجمعهم مجموع المساحات هي قيمة بي نوت. طيب شو قيمهم؟ أول شيء هاي هي كي نوت في كيو، إذا ما عندي سر تشارج بتبلش هيك دايركت من الصفر. المساحة الثانية بدها تكون هاي القيمة ناقص هاي ضرب نص، طبعا ضرب الطول هذا، هذا الطول هو اللي أنا حكيته، هاي ناقص هاي ضرب نص في إيش؟ في H1 هيها نص كي نوت في جاما H1 تربيع. أوكي مو كي نوت في كيو، كي نوت في كيو بدها تروح، بضل كي نوت في جاما H1 في H1. بعدين هذا الثالث المستطيل كامل بده يكون عندي ارتفاعه H2 وطوله هو K0 في Q زائد جاما H1 هيو. بضل عندي المستطيل الرابع والخامس، بفصل خلني بس أفصل الرسمة، بقول لك بكل بساطة خذ المثلث رقم 4 لحال والمثلث رقم 5 الكبير لحال وبطرحهم من بعض مثلا، أو بدون ما أطرحهم من بعض. المثلث رقم 4 بده يكون عندي نص في كاما في K0 في جاما ووتر H2 تربيع جاما برايم، جاما برايم لأنه هاي هي في عندي ووتر تيبل، وجاما خمسة، جاما خمسة هاي الإزاحة هاي اللي هي نص جاما ووتر في H2 تربيع. حفظهم زي هيك كسب يبين معنا بالإكزامبل. يلا في عندي إكزامبل بقول لي for the retaining wall shown in the figure، هذا الفيجر عندي، منلاحظ إنه عندي retaining wall ارتفاعه 5 متر مقسم لطبقتين تربة، الفوق ناشفة وما في أي سيرتشارج، والثانية مبلولة والثاني مبلول. بيقول لي اوجد اللاترال فورس ات ريست، وبيقول لي اولسو ديترماين ذا لوكيشن اوف ريزلتنت فورس، افرض الاو سي ار 1، او سي ار 1 يعني انه هي اوفر كونسوليديتد لي او نورمالي ما بتفرق. يلا اول شيء كانوا معطيني فاي، كانوا معطيني فاي بدي اجيب كي نوت، طبعا كانوا الفاي متساويه فكي نوت فوق نفس كي نوت تحت، لانه لو الفاي مش متساويه كل واحده راح يصير لها كي، هاي نقطه رقم 1. هسه كي نوت تساوي 1 ناقص ساين فاي داش هي نص. طيب طيب هسه شو بنعمل؟ بنحسب الاسترس دائما وقت بنحسب الاسترس عند الصفر وعند الطبقة الأولى وعند الطبقة الثانية، هيها
عند الصفر ما في اي سرشارج فالستريس هوريزونتال زيرو. عند 2.5 شو قيمة الستريس؟ افكتيف ستريس وليس الهوريزونتال ستريس، افكتيف فيرتيكال ستريس تكون جاما في اتش، جاما اللي هي 16.5 والاتش هي 2.5. اما اذا بدي اياك هوريزونتال ستريس بدي اضرب نص اللي هي كي نوت في هاي تعطي 20، هيها 20، هيها ايش 20. طيب عند زد تساوي 5 شو قيمة الافكتيف ستريس؟ زي ما تعلمنا سابقا هي 16.5 ضرب 2.5 اللي هي الستريس اللي هون، زائد الجاما ساتوريتد ناقص 9.81 الجاما واتر ضرب الارتفاع. هسه اذا بدي اياها هوريزونتال بضرب بكينوت، هيها. فهيك احنا عرفنا نحسب الستريس. هسه كانوا في عندي ووتر تيبل، فعندي ضغط هون قيمته 2.5 ضرب جاما واتر اللي هو ضغط المي هذا على جنب، بجمعه على جنب تحت، بجمعه تحت على جنب. طيب طيب خلينا نتعلم كيف نرسم الديستريبيوشن لللاترال ايرث بريشر. ليش بقول لك هذا الستريس صفر؟ هون في عندي فاليو فوق زي مثلث، طبعا هاي ثابت الحركة. هسه هون شو صار عندي؟ بده يتحرك كمان عندي زي هيك، فهون عندي زي مستطيل بصير، وهون عندي كمان مستطيل على جنب، وعندي تبع ضغط المي بحسبه على جنب دائما. هيو فبصير اشتغل اريا 1 زائد اريا 2 زائد اريا 3 زائد اريا 4. اريا 1 هي نص في 2.5 في 20.63، اريا 2 هي 20.63 في 2.5، والاريا 3 هي نص في 32 ناقص 20 بالضبط في 2.5، والمساحه الرابعه هي نص في 24 في h2 هاي قيمتها. طيب شو الزد بار؟ الزد بار احنا زي الاستاتيك، زي كنا قاعدين بناخذ مجموع المومنت عند النقطه او فروم بوتوم اوف ذا فول. في عندي انا الفورس هاي مثلا بتعمل لي ارتفاع قيمته 2.5 زائد h على 3 اللي هي 2.5 على 3، 2.5 اللي هي هاي. عندي هاي بتعمل لي مثلا 2.5 على 2، هاي بتعمل لي 2.5 على 3، هاي بتعمل لي 2.5 على 3. طبعا بي نوت كامله حسبتها في زد، انه بطلعها نفس القيمه هيها 2.5 على 3، 2.5 على 2، و 2.5 على 3 زائد 2.5، يعني شرحتها بطلع قيمه البي نوت. طيب هاي الحاله الاولى اللي هي الاترست اللي هي اسهل حاله. هسه بدنا نفوت بالاكتيف بريشر او الرانكن اكتيف ايرث بريشر. قول لي اذا الوول موف اواي فروم ذا سويل على مسافة اسمها دلتا اكس، بغض النظر عن الاشتقاقات ما بتهمني، بيهمنا نعرف انه الرانكين اكتيف بريشر هذا قانونه، هذا قانون العفو، هذا بدلالة فاي او هذا بشكل عام، هذا بشكل عام هذا هو قانون الاكتيف بريشر. ستريس نوت بنعرف كيف نحسبه، كي اكتيف هاي قانون الكي اكتيف ناقص 2 سي داش، سي داش دي تبعت الفاي سترينث باراميتر شير سترينث في جذر الكي اي، هاي قانون الكي اي بيعتمد على فاي. بعدين اذا بدي احسب الزد سي، الزد سي شو هي؟ عباره عن اللي زي السترود، يعني هي 2 سي داش على جاما في جذر الكي اي. هسه اللي بصير عندي بالاكتيف سويل بريشر انه بصير عندي الشكل هذا، هذا الشكل عندنا خطير دائما لما يكون عندي تنشن وكومبريشن. فبالتالي بنطلب مني عاده احسب الستريس او الفورس قبل ما يصير عندي كراك وبعد ما يصير عندي كراك والى اخره. المهم هذا القانون حكينا عنه، يعني بوضح معنا بعد المثال. فهون قال بيقول البي اكتيف بدها تكون نص في اتش ناقص زد سي في جاما اتش كي اي ناقص 2 سي داش في جذر الكي اي، هذا افتر تنسايل كراك وكير طبعا، او بساوي هذا اذا بدنا نفصلها اكثر، وبالنهايه برجع لها. طيب ناخذ اكزامبل، بيقول لي 6 متر هاي ريتيننج وول تو سبورت ذا يونت وول اوف ذا سويل، جاما 17.4 ارتفاع الحيط 6، عندي الفاي داش 26 سي داش 5. بيقول لي اوجد الاكتيف بريشر بيفور اند افتر تنسايل سترينث اوكير. بيقول لي اوجد اللاين اوف اكشن، بده مين؟ الزد سي داش، يعني بده الزد او الزد بقى داش. هسه بنعرف كيف نحسبها. يلا اول شغله بدي اطلع الكي اي، هذا قانون الكي اي اللي هي 10 تربيع في 45 ناقص فاي داش على 2، طلع معي 0.39. فجذر الكي اي بيهمني واخذها كقيمه عشان اطبق بالقانون. عند زد تساوي صفر الاستريس بده يكون عندي كم الاتش صفر، بضل عندي ايش القانون هذا، عندي الصفر هذا القانون بيكون عندي بس سالب. هيا ها عوض صفر، شو القيمه هاي؟ هون صفر وهون هاي القيمه. طبعا اذا عندي سر تشارج بيكون عندي قيمه. طيب هاي عندي ستريس نوت، وعندي الست بيهمني كانوا طبقه واحده. بحسب القانون طبيعي اللي هي 17.4 في 6 في 0.39. طيب هاي القيم شو هي؟ هي عبارة عن هذول نفس القانون هذا،
وينه هذا القانون. بس خلنا أوضح لك إنه كيف حسبه. stress note في key A. هسا القانون stress A active هيو stress active. stress note في key. طب stress note شو كان هو؟ هو عبارة عن نص gamma في H أو 17.4 اللي هي جاما، وإيش هاي H هذا الإفكتيف ستريس، ومشان أحمله لهورزنتال بضربه بإيش كي نوت أو اللي هو كي أي هون اسمها لنا أكتف، ناقص 2 × 5 × 0.625 اللي هو هذا هو القانون. جاما في H في كي أي، جاما في H هي ستريس نوت، كي أي معي سي داش معي جذر كي أي معي، فطلعنا ستريس أكتف عند الزد تساوي 0 وعند الزد تساوي 6، فأكيد تطلع معي الرسمة هاي. طيب هسا بدي احسب الاكتف فورس بيفور تنسالي كراكنج، هاي قانونها احفظه بيفور تنسالي كراكنج، نص جاما اتش تربيع كي اي. هسا جاما في اتش في كي اي هي ايش طلعت معي 40.7، هيا جاما اتش كي اي 40.72، برجع بضرب اتش وبضرب بنص، وهذا القانون نفسه، فطلعت قيمه ايش الافتر بيفور تنسالي كراكنج. هاي دائما قانونها اللي هي بيفور تنسالي كراكنج حفظ، أو يعني اكتبه بالشيت. هسا line of action أي نفس الشيء، be active في زد بدها تساوي 122.16 اللي هي الفورس هاي في 6/3 اللي هي القيمة، ناقص لأنه هذا لحاله وين سنتره بالنص 6/2، يعني هاي 6/2 وهاي اتش على 3 اللي 6/3، بطرحهم من بعض وقيمة بي معي بقدر أجيب 16. يعني هاي هي الفكرة إنه أخذت هذا وهذا. طيب هسا افتر تنسايل كراكنج بحسب زد سي، من خلال زد سي طلعت 0.92، بقدر اجيب مين البي اي حسب القانون الافتر، طلع معي 87.5. اذا بدي اجيب زد بار هي اتش ناقص زد سي على 3، اتش ناقص زد سي يعني اتش ناقص زد سي على 3، ليش اللي هي يعني هون هاي المسافة تقريبا، H ناقص زد سي لا مش هاي انسى على 3، مش عارف بالتفصيل ليش. طيب السؤال الثاني اهم شوي، بيقول لي assume the retaining goal of the can be successfully determined the active state، بيقول لي اوجد the ranking force pressure or resultant action. طبعا هذا الفكرة انه عندي طبقتين تربة بحل زيه زي الريست، بس بيفرق معي قيم الكي. هسه هون بنلاحظ انه عندي كي اي للطبقة الاولى وكي اي للطبقة الثانية، حسبهم كل واحد لحال وصار يقسم عند الصفر شو الكي اي شو الستريس صفر، لو عندي سرشارج بحسبه عند العشرة ماينس يعني قبل الووتر تيبل، يعني بخص الطبقة الأولى الستريس 102/10 طبعا أكيد عندها بالضبط سواء فوقها بشوي أو ملي بشوي نفس الستريس، وعند العشرين بدي أطبق قانون الإفكتيف ستريس. فهذا إيش إفكتيف ستريس كله من شابتر 1 أو من السؤال حتى. الكي اي كي اي للطبقة الأولى وقبل بشوي ثلث، وللطبقة الثانية هيك. إذا بدي الستريس أكتيف كي اي في ستريس نوت، واليو عندي هم ما في ووتر تيبل بأول ثلاث نقاط، وعندي العشرين بدي يكون عندي جاما موتر في اتش، طبعا جاما موتر بالفيتي 62.4. شو عملت هسه؟ هاي الستريسات عندي صفر، فهاي صفر، هاي 340، الطبقة الثانية 265، والطبقة الأخيرة 417، وفي ضغط المي على جنب، بحسب مساحة 1 2 3 4 وبحل طبيعي. هيو اريا 1 زائد اريا 2 زائد اريا 3 يعني زي الباسب زي الريست. وبعدين هاي القيم 1700 و2652 وهذول الثنتين هم القيم اللي حسبتهم هون كل اريا يعني على القوة المحصلة. طيب لحد هون بنوقف الفيديو، الفيديو الجاي بنشرح الجراني والباك فيل، اذا عندي باك فيل طبعا راح نشرح بشكل سريع يعني مش كثير مهم، ونشرح الباسب ان شاء الله. يعطيكم العافية.